السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في فيديو جديد مع وصفة جديدة. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم حلوة البوق او زلابية البنان، كتجي رائعة وناجحة 100%. ندوزو المكونات وطريقة التحضير على بركة الله. بالنسبة للمكونات غادي نعبرو بنفس الكاس باش غادي نعبرو مقادير كاملة. عندنا 2 كيسان ديال الدقيق الابيض وجوج معالق كبار ديال السميدة الرقيقة وجوج كيسان ديال الماء وربع كاس ديال الزيت، ما كاملش نصف، الربع ديال الكاس. بالنسبة غادي نسم انا بالقشور الليمون، ممكن تنسمو بالنافع وممكن تنسمو بالفاني. وعندي معلقة صغيرة ديال القرفة ورشة ملح. غادي نبداو على بركة الله بالنواشف، غادي نخلطوهم مع بعضياتهم. 2 كيسان ديال الدقيق غادي نعبرو بنفس الكاس وجوج معالق ديال السميدة. قشور الليمون والقرفة والملح، بالنسبة للسوائل غادي نوضع الماء في كاسرونة وغادي نضيف لهم الزيت وغنوضعهم فوق النار حتى كيغلاو. غادي نخلط هاد النواشف ريتها ما يطيب الماء اللي وضعنا فوق النار، ومن بعد غادي نخلطهم مع بعضياتهم. هاد الحلوه كتجي زوينه بزاف وما كتجيش معجنه من الداخل، كتجي مقرمشه وما كتشربش لينا الزيت. نتمنى ان شاء الله تجربوها، كتجي زوينه. بالنسبه للماء غير كيطلع مع الغليه كنحيدوه وكنضيفوا ليه الدقيق وغادي نخلط بسرعه ونخلط مزيان حتى كنحصلوا على عجين اللي هي رطبه وما تيبقاوش لينا دوك الكويرات. يعني كنخلطوا هاد العجين مع الماء مزيان. ها انتم كما كتشوفوا مقادير اللي هي مضبوطه وطريقه سهله، وهاد الحلوة ما كتشدش لنا الوقت لا في العجينة ديالها ولا في الطياب. هنا بسرعة كتوجد، نتمنى ان شاء الله تجربوها. غادي نخلط مزيان حتى كنحصل على عجين اللي هي متماسكة وما تيبقاوش دوك الكويرات ديال الدقيق، وكنحصلوا على عجين اللي هي رطبه وما كيبقاوش فيها الكويرات ديال الدقيق. حصلنا على عجين على هذا الشكل. هذا انا غادي نخدم بجيب حلواني، ضروري يكون شي جيب حلواني اللي هو صحيح باش ما يتقطعش بسرعه. وهذا البوق هذا الا ما كانش عندكم الجيب الحلواني استعملوا فقط غير البوق وديروا بهذه الطريقه هذه بصبعكم فقط، هتحصلوا على نفس النتيجه. ولكن إذا كان الجيب الحلواني أحسن، يعني كيسهل عليكم العملية بسرعة كتنتهيو. غنبدأ على بركة الله. هانتوما كيف ما كتشوفوا طريقة سهلة، تقطعوا غير بيديكم ولا تقطعوا بالسكين. غنبقى مستمره بنفس الطريقه حتى كنسالي الكميه ديال العجين اللي عندي. بالنسبه للحجم ممكن تصغروهم على هذا الحجم هذا اللي عملت وممكن تعملوهم بنفس الحجم، انا كنفضلهم يكونوا كبار بهذا الشكل هذا كيجيوني احسن.
ضروري تخليهم نصف ساعة أو ساعة تقريبا تكي يقبطوا روسهم مزيان، عاد كنقليهم، لأن إلا قليتهم مباشرة كيتحلوا ما تيبقوش بالشكل ديالهم. غادي نخليهم تقريبا نصف ساعة أو ساعة وغادي نقليهم إن شاء الله. من بعد ما داس نصف ساعة تقريبا وضعت الزيت فوق النار اللي هي متوسطة وخليتها تسخنت مزيان، عاد بديت كنحط الحلوة ديالي باش طيب. هانتوما كيف ما كتشوفوا، يعني الزيت خصها تكون سخونة بزاف. من بعد ملي كتبان لكم الحلوة بدات كتحمر، نقصوا واحد شوية باش طيب مزيان من الوسط باش ما تبقاش لكم خضرة. ومن بعد كتحطوها في العسل. غنبقى مستمرة بنفس الطريقة حتى كنكمل الكمية كاملة اللي عندي. ضروري تخليو الزيت حتى كتسخن مزيان، عاد كتوضعوا الحلوة ديالكم. ملي كتبان لكم الحلوة بدات كتولي حمراء كتاخد داك اللون الذهبي، كتنقصوا النار، كتكون النار اللي هي مهيلة، وكتخليوها تطيب على خاطرها باش ما تبقاش لكم خضرة من الوسط. هانتوما كيف ما كتشوفوا، غادي نصفيها من الزيت وغادي نوضعها في العسل وغنخليها تشرب العسل مزيان. وغنبقى مستمرة بنفس الطريقة، غادي نوضعها دابا في العسل ونخليها تشرب مزيان العسل، عاد غادي نوضعها في شي شبكة باش تسقطر من العسل اللي زايد. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر، كريم لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يجبر، قادر على ما لا يقدر. لما تصير برا قل يا ربي يا الله، يمتلئ قلبك سكر وهاب لما تصبر. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر، كريم لما يغفر. لما يكسر قلبك قل. الحلوة ديالنا هي وجدات بسرعة، ما كتاخدش منه وقت اللي هو طويل، وسهلة وناجحة. ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم، كتجي لذيذة ومقرمشة وما كتكونش معجنة من الداخل. بالنسبة للنقيطات اللي كيبانوا لكم فهما قشور الليمون باش انا نسمت. نتمنى ان شاء الله هذه الوصفة تنال اعجابكم. شكرا على المتابعة، الى اللقاء الى فيديو وصفة اخرى باذن الله. مع السلامة. سلام.